الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذه نصيحة من أردني وصل 70 من عمره، مصاب بمرض قد لا يمهله طويلة، لا يحتاج إلى تسجيل مواقف فارغة ولا إلى مديح ولا تصفيق ولا مال ولا جاه، بل يحتاج إلى رحمة الله تعالى وحده، ويسأل الله تعالى حسن الخاتمة. أقول بداية بأنني أتذكر وأنا في 14 من عمري، وكان ذلك في العام 1958، عندما أمسكت أمي رحمها الله تعالى بيدي وأوصلتني إلى حافلة تقلني مع بعض أطفال ذلك الجيل إلى روضة الراهبات الوردية في مدينة إربد. مر منذ ذلك التاريخ 65 عاما وكأنها ومضة برق. كنت في غفلة عن حقيقة الدنيا الزائلة بمالها وعزها وجاهها، وقد ارتكبت أخطاء كثيرة في حياتي، وأنا نادم على كل خطأ ارتكبته، لأنني أشعر بأنني سأرحل قريبا ولا أعرف ماذا أقول لله تعالى عندما يسألني عن كل خطأ ارتكبته، لكني أرجو الله تعالى العفو والعافية. نصيحتي موجهة في المقام الأول إليه كملك، بيدك كل السلطات، وأذكرك بما قاله الله تعالى في كتابه العزيز وقلبي يرتجف منه. يقول الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأذكرك بأن الله تعالى سيسأل كل واحد منا عن كل شيء وعن كل لحظة من حياته الواعية، سيسألنا عن نسمة الهواء التي نستنشقها، فكيف بنا بأسئلة وأمور أكثر خطرا من نسمة الهواء، منها ما يتعلق بما يجري لأهلنا المرابطين في غزة هاشم. أهلنا في غزة هاشم يتعرضون الآن إلى مذبحة لم يعرفها البشر من قبل على يد عدو ظالم يساعده حلف الشر من الأنجلو ساكسون الأمريكيين والبريطانيين. هذا العدو الشيطاني لا يعرف شيئا عن الإنسانية، ولا يعرف الرحمة ولا حقوق الإنسان، لأن عقيدته التي تعلمها وشربها من ثدي أمه تقول له بأنه أحسن من كل البشر، وهو الوحيد الذي يستحق العيش في هذه الدنيا. سيسأل الله تعالى سؤالا إذا لم نحسن الإجابة عليه، فإنه سيودي بنا في قيعان جهنم خالدين فيها لا قدر الله تعالى ولا سمح. هذا السؤال هو: ماذا فعلنا لأهلنا في غزة هاشم وفي فلسطين عامة؟ هل نصرناهم ولو الكلمة الطيبة؟ هل استنكرنا الأفعال الشنيعة التي يرتكبها الصهاينة بحقهم؟ هل ساندنا المقاومة؟ نصيحتي لك وأنا مشفق: لابد لك أن تتخذ موقفا بطوليا لن تندم عليه في الدنيا، وسيكون لك شفيعا في الآخرة، وسيلتف شعبك من حولك ويحمي قرارك ولو خالفتك الدنيا كلها، ويرتاح ضميرك طوال حياتك. أول نصيحة: اغلق سفارة العدو الصهيوني في عمان واطرد كل من فيها. ثاني نصيحة: تحلل تدريجيا من اتفاقية وادي عربة، واطرد كل الأمريكيين العسكريين من الأردن، وثق بالله تعالى بأنك لن تخسر شيئا. ثالث نصيحة: اصدر أمرا بإعادة العمل بقانون التجنيد الإجباري للخدمة في القوات المسلحة، على أن تكون الخدمة مجانية لمدة 2 سنين على الأقل مقابل الطعام والماء فقط، وليكن قوام جيشك في الخدمة النظامية والتجنيد ما لا يقل عن 600,000 جندي وضابط مدربين بأعلى حرفية للدفاع عن الوطن، ثم تدريب كل من يقدر
أن يدافع عن البلاد، وسلح شعبك بما استطعت وما يتوافر. رابع نصيحة، اصدر أمرا إلى حكومتك كي تتوقف تدريجيا عن الاستدانة من أي دولة غربية. خامس نصيحة، لا تأمن للصهيوني مهما كان. عين الصهيونية على كل أمة العرب، وأول هدف لهم بعد فلسطين هو إخضاع الأردن وابتزازه. أخيرا، أدعو الله تعالى لك بالتوفيق والانتصار على الصهيونية، وستنتصر بإذن الله تعالى. اللهم إني بلغت، الله إني بلغت، اللهم إني بلغت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.